استاذ دير بالك ترى ذول طلبات خارجي. بيبي لا تقول لي طلبات خارجي، يعني بالمشاكل راس حربه، بالبيت امي ما عندها تخته تثرم الزلاطه على وجهي، ما حد راح ينقل. النقل الوحيد الممكن يصير عالساديه للي يحاول يغش. افلت ونسني بفراقك. من هسه سمعوني بيبي، ورقتك اختك تقبل واحد من الجوارين يباوع على اختك، جوابك عرضك تقبل تنطى عرضك الواحد متزوج اثنين. سؤال ماكو، ممكن مساحة ماكو، اجاني تليفون مهم ممكن اريد ماكو. شفتك سمير ذبها لك لنسى لا تغش، ترى توفيق اللي بداخلي بدا يطلع لا تعصبوني. خارجي هيك لا عاد ثقيله بابا غريب. شلون بيبي؟ شكرا ونسني بفراقك. قول لي هذا وجه باب مال الفندق، اذا ادخل الكارت وسحبه حتنفتح بيبي. قول لي انت صافي مسوي لك سكرين شوت؟ بالله خلي رستك. ماكو احزام ظهري وبنطروني اشو لابس قاط، شنو دا تخطب ملاقي الفراغات التاليه؟ سيفي اذا بالامتحان لابس قاط لعد بعصك اش تلبس زي موحد؟ لا تخاف ما اضرب بس اخوف. سمير لك ما ودت جابك هنا، هذول متوحشين وانت اليف، روح شعبة اليف. لا عاد يا شعبة. شعبة طا. هاي ورقتك. شكرا استاذ. واتمنى توصل هاي الورقة لصاحبك. استاذ شو احسه خايف؟ لك شو انت شوية هيك؟ انا ما خايف. انا مرعوب. خايف من جملة؟ اسم جملة؟ لا حتى شو اسمك نقطة؟ مسميه جملة لين هواي؟ هسه هذا امتحني سوق مني. استاذ لا تخاف، العينتين فارة. بيبي فهمني، حتمتحن تأجل تنزل يم أهلك. غش! ونعمل اختيار. أحزام ظهري وبنطروني. ألو؟ التليفون ممنوع. لا تقتلوهم رأسا، عذبوهم وبعدين اقتل اقتل اقتل. التليفون مسموح واتمنى تستعمله للغش، واذا شعرت بالملل شغل يوتيوب. جيب الأسئلة هسه. جابولي الأسئلة، يلا ردولي الأجوبة. شفتك سمير، عينك برقتك لا اجي شلع بلاعيمك، وين احنا بشورجه؟ ايه بشورجه. اسف استاذ جمله نسيتك، اجيب لك دمبله ست لهبي؟ يا معودين شنو هاي الاسئله؟ سؤال من برا المنهج. هذا الفرع ما اعرفه استاذ. الفرع اللي ما تعرفه تسال عليه يدلوك بيبي. إذا تفكر قل لي أحطك على رأسي، وإذا طافي قل لي حتى أحطك على الشحن. سمير أسا القاط قلنا ما يخالف، القميص من اشتريته ضقته قدرته. تضحك دا تغرق. طبعا بضحك استاذ، إذا الأسئلة أنا كلها مشتريها. وذا غيروها؟ أشتري الدفاتر عادي. قرت عينها لأمك. لك أقاف أوقف! اسكت أنت لا تحكي!
احزام ظهري وبنطروني، ليش معصب؟ لك ذول الاغبياء كافوا ما يدبروها. ما عندهم الاجوبه؟ عندهم. ما تفتهم حكيهم؟ لك تفتهم. ما تلحق تكتب؟ هي هاي المشكله، انا ما اعرف اكتب. لا عاد شلون وصلت بيبي؟ شلون لك؟ اقصد شلون وصلت الازدحام يعني؟ هسا انا اريد حل. 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 تعال لك سمير، تعال 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 قاعد مع عمك. طي تليفون ايش تسمع تكتب وحلقك ما تفكه، ما تبوع لا يمنى ولا يسرى، ماكو غش. يلا حل. قلت لي ايش اسمك؟ ابو العضار. احزام ظهر وبنطرونه.